السلام عليكم. أقبل علينا شهر رمضان المبارك الذي فرض الله علينا صيامه، وأنزل فيه القرآن بينات من الهدى والفرقان، ولذلك حضرنا لكم ذلك الفيديو الذي يوجد فيه سنن هامة يجب عليك اتباعها في شهر رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. شهر رمضان هو شهر الرحمة والغفران، شهر العتق من النار. إن صمته احتساباً وتنفيذاً لأوامر الله تعالى غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وإن فاتك صيامه فقد خسرت فرصة عظيمة لنيل مغفرة من الله. وهناك عدة سنن منسية عليك أحياؤها في ذلك الشهر المبارك. من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يغتسل ويتطهر لاستقبال الشهر الكريم بطهارة كاملة، فكان يصب الماء على رأسه ويتطهر، لذلك فعليك فعل ذلك في أول يوم برمضان. قدوة بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم، حيث كان يصلي ركعتين لله في أول ليالي شهر رمضان ويدعي الله بذلك الدعاء: اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين، وقيامي فيه قيام القائمين، ونبهني فيه عن نومة الغافلين، وهب لي جرمي فيه يا إله العالمين، واعف عني يا عافيا عن المجرمين. أيضا من المستحب للمسلم أن يدعو الله كثيرا من مطلع فجر أول ليالي الشهر الكريم ببعض الأدعية الشائعة، مثل: اللهم قد حضر أول يوم من شهر رمضان، وقد افترضت علينا صيامه، وأنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فاللهم أعنا على صيامه، وتقبله منا، وتسلمه منا، وسلمه لنا في يسر منك وعافية، إنك على كل شيء قدير. هذا أيضاً اقتداءً بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث كان يكثر من الدعاء عند رؤية الهلال. وأخيراً ندعو الله أن يقدرنا جميعاً على صيام الشهر الكريم والتقرب فيه إلى الله قدر إمكاننا، وأن يجزينا عنه مغفرة ورحمة كبيرة. رمضان مبارك.